عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى البلاد، وذلك عقب اختتام مشاركته في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في القاهرة. وكان في استقبال الغانم على أرض المطار كل من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل يارالله الخرافي وسفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري. وضم الوفد المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب ركان النصف وأمين سر الشعبة البرلمانية النائب دكتور عودة الرويعي وعضو الشعبة البرلمانية النائب الحميد الإسباعي وأعضاء البرلمان العربي النواب علي الدقباسي وعسكر العنزي وخالد العتيبي.